إلهي، أنا أتمتع بك كل لحظة من حياتي، إنك تحبني كثيراً، فأنت معي وقت فرحي، حزني، قوتي، ضعفي وألمي. لا أتعجب من تدبيرك لحياتي، فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي. لذلك أسلم حياتي بين يديك، تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية، لأن تدبيرك فاق العقول. أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. حياة الإنسان بتبقى ماشية بطريقها، وبركة ربنا بتسند ولاده، ولكن تأتي ضيقات، والضيقات ساعات تستمر. يعني لما يكون ضيقة وتعدي بتبقى أسهل، لكن لما ضيقة وتستمر مدة بتبقى جديدة. طب الواحد يعمل إيه مع الضيقات اللي بتستمر دي؟ تعالوا نشوف ربنا بيعمل إيه مع أولاده. القصة بتاعتنا مع شخص حلو بيحب ربنا ومرتبط بالكنيسة، هو ومراته وعياله عايشين في حياة حلوة ومتمتعين بالكنيسة وأسرارها، ويحب الصلاة ويحس إن ربنا جنبه ومعاه. وفي نفس الوقت بقى ده كان له تأثير على شغله، فكان ناجح في شغله، أمين جدا في كل العمل بتاعه، فربنا كان مبارك له والدنيا حلوة، وزملاته والمرؤوسين بتوعه يحبوه لأنه راجل بيشتغل بقلبه، قلبه على الشغل، وكمان يحب اللي معاه، يساعد ده ويهتم بده ويجامل ده، فكان الكل يحبوه. مرت الأيام واترقى الراجل ده وبقى واخد وضع رئاسي، مسؤول يعني مدير، وظل زي ما هو في اتضاعه وفي محبته واتكاله على ربنا، ده أهم حاجة عنده. يعني صلواته وقراياته وتناوله ده أهم حاجة عنده، وكان دايما يتوب عن خطاياه وعايش في حياة ترضي ربنا. ولكن حصل شيء، إنه نقل أحد الرؤساء وبقى مدير على المدير ده، بقى رئيس ليه يعني أكبر منه، وكان صعب، يعني أسلوبه شديد. الشخص ده صلى قال له يا رب أنا غلبان اسندني يا رب، وقعد يصلي، ولكن فضل المدير ده صعب، ضاق وحس إن نفسيا بدأ يتهز. قال الله، طب وبعدين؟ طب ما أنا أقعد مع ربنا. قال هو كان متعود دايما يقعد خلوة كده مع نفسه، كل يوم شوية وكل أسبوع يقعد فترة كفاية يكلم ربنا ويصلي ويسبح. طلب أجازة أسبوعين، الحمد لله لما صلى خلى ربنا الرئيس ده وافق له عليه. هو عنده شقة في أبو قير اسكندرية، فقال أروح هناك. راح هناك قال أقعد لوحدي بقى مع ربنا خلوة بقى، مش أقعد بقى نص يوم ولا ساعة، لا ده نقعد أسبوعين مع ربنا، مع أجبيته وإنجيله وكتاب التسبيحة ومعاه حاجته بقى، وقال أقعد مع ربنا وأتمتع، أبص على السماء وأبص على البحر وأعيش بقى مع ربنا. وفعلا بدأ مع ربنا ولقى نفسه بيهدى تدريجيا، ومش بس يهدى، لا ده نفسيته هديت، وفي نفس الوقت قال أنا ليه بزعل منه؟ إيه عن الضيقات اللي بيجيلي دي؟ طب ما مسيحي اتبهدل على الصليب وفي حياته على الأرض، وقفوا ضده وضايقوه وحاولوا يقتلوه كم مرة، الراجل ده مش بيقتلني ولا حاجة، ده بيضايقني بكلمتين، إيه يعني؟ مش قادر أحتمل، أنا دلوع ليه يا رب؟ ما تجمدني كده وتسندني. وقعد يلوم نفسه ويطلب من ربنا معونة. المهم نفسه هديت. أكثر من كده قال أيوه في حاجة عندي غلط، أنا مقصر في الصلاة من أجله.
لازم اصلي له. انا ليه قلبي ما يكونش بيحبه كده وحلو بدل ما اتضايق منه؟ وفعلا بدا يصلي له من قلبه كويس ويقول معلش ايه يعني، هو معذور يمكن في حاجات مضايقاه بتخليه يعمل كده. وهدي تماما على نهايه الاسبوعين، كان فعلا قلبه متسع، قال لا هرجع شغلي. كنت بفكر استقيل، لا لا استقيل ايه، لا لا لا، ده انا هروح اقعد بقى واحتويه واحتمله واتعامل معاه كويس، ويمكن فتره ويتعدي، ولو ما عدتش ما ربنا يقدر يديني زي ما اداني دلوقتي هيديني على طول ان انا احتويه وما اتضايقش منه. ورجع بنفسيه هاديه حلوه، رجع على شغله، وراح بقى الشغل ودخل سلم على المرؤوسين بتوعه، قالوا اهلا وحشتنا ازيك، وفعلا كانوا مبسوطين بيه. وهو اتبسط بيهم وقال لهم انتوا كمان وحشني. وبعدين سال على فلان، قال له عشان اسلم عليه ده وحشني، فسكتوا. قال لهم ايه، في حاجه؟ قالوا له اه. قال لهم ايه؟ قالوا له فلان ده تعيش انت، جنازته النهارده. قال يا ما لحقتش ما لحقتش. قالوا ما لحقتش ايه؟ ما لحقتش اقعد معاك كفايه. بقوا مستغربين، قال ده احنا كلنا شايفين ازاي تعبك. وده يقول كلام محبه، يا رب حافظ عليا وعلى كل الناس، ويا رب ارجوك ارجوك سامحني وسامحه. وحضر الجنازه وكانت دموعه بتنزل وهو بيحضر جنازة الرئيس بتاعه ده هو، وعاش مع ربنا وقال أيوة أنا عرفت الحل، أي مشكلة أقعد خلوتي معاك، أصلي وأسبح، أقعد أتأمل في كلامك وأبص عليك، هو ده الحل الوحيد. وشعر إن مدام ربنا جنبه مفيش ضيقة مهما طالت هتتعبه. اهتم بأن تجلس في هدوء مع نفسك فترة محددة من الوقت، متأملاً فقط في خطاياك ثم في صليب المسيح، ودون ما يرشدك إليه الرب في تأملاتك. من إنسان مش محتمل ويكاد يترك العمل يستقيل، إلى مشتاق يرجع ويحتوي وتغير قلبه واتسع قلبه للإنسان اللي بيضايقه. إيه ده؟ عمل الله؟ يعني يبقى عندك أنت وسيلة تخليك تهدى وقلبك يتسع بالحب لكل اللي حواليك، وتبقى بعد كده سايبها. الخلوة يا جماعة دي مهمة قوي. هتقول لي أعمل إيه في الخلوة؟ هقول لك أقعد مع ربنا بس. يعني إيه؟ يعني أعمل كل اللي بتحبه، تصلي أجبيتك، تقرأ في الإنجيل بتاعك وتتأمل فيه، تقول حتة من التسبحة، تقول ترتيلة، تقعد تفكر في ربنا الحلو، صفة من صفات ربنا، تقعد تبص على الطبيعة وتتأمل ربنا اللي في السماء وفي الأرض وفي كل حاجة، عيش براحتك. تبتدي ببداية الخلوة ملهاش آخر. تقعد قد إيه؟ تقعد نص ساعة، تقعد ساعة، تقعد ساعتين، تقعد أكتر، أنت قاعد مع ربنا بقى. وكل ما تتعود على الخلوة هتأثر فيك أكتر، وتحس كأنك في السماء مش في الأرض. ايه رايك ان يبقى التدريب بتاعنا انك انت تاخد خلوه مره في الاسبوع، ولو عجبتك هيبقى بعد كده كل اسبوع تاخد خلوه اي وقت، يعني الصبحيه، بالليل، في البيت، في الكنيسه، في اي مكان خلوي اللي يعجبك. المهم يعني قول له بحبك يا رب وعايز اقعد معاك، هيتبسط ويساعدك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.